في الحقيقة الخطاب من ميرسك لاين ده بيقول لنا إن الشركات الملاحية الكبرى زي ميرسك وزي الهابج لويد وام اس سي والشركات الكبرى للشحن البحري بدأت بالفعل تعاني من العبور حول رأس الرجاء الصالح بشكل كبير جدا. ما بقتش العملية زي ما كنا بنقول في الأشهر السابقة زيادة تكاليف الشحن والتضخم فقط، ولكن بدأ العجز في توفير أماكن للحاويات، وبدأ التكدس يحدث بالمواني المختلفة نتيجة عدم انتظام عمليات الشحن، بالإضافة إلى وجود الخط الملاحي حول رأس رجاء الصالح وبالأخص في جنوب أفريقيا. بنلاقي أن التقلبات الجوية والأمواج العاتية بدأت تواجه السفن، وبدأت تغيير مسارات السفن، وبدأت في خطورة كبيرة جدا في عمليات المرور بهذه المناطق التي كان بيستعيد عنها بالعبور بالبحر الأحمر وقناة السويس. فبنلاقي أن معظم الشركات خطابها بدأ يتوجه في الفترة الحالية إلى أنها يجب أن تعود حركة الملاحة لمسارها الأصلي. طيب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، برأيك كيف ستهاجر المزيد من السفن من البحر الأحمر، وكيف ستكون تداعيات اتخاذ مسارات بحرية جديدة على كلفة الشحن، خصوصا في ظل وجود مشاكل في قناتي السويس وبنما على التكلفة وأيضا ربما الوقت وتأخيرات؟ بالتأكيد، لأن كان العمليات الاستهداف للسفن كانت في أنواع محددة من السفن، وبنلاقي أن في الفترة الأخيرة في الثلاثة أسابيع الأخيرة بدأت الهجمات تطال سفن الصب، سواء الصب الجاف أو الصب السائل اللي هي التانكرز اللي بتشيل النفط وبتشيل المواد الكيماوية المختلفة. وبالتالي السفن بتعزف بجميع أنواعها، بدأت تعزف عن العبور بمضيق باب المندب تحسبا وتخوفا للضربات الأخيرة، لأن بدأت كمان الضربات الأخيرة للحوثيين تاخد شكل آخر وتاخد منعطف آخر من قوة التفجيرات أو طريقة جديدة في تفجيرات السفن. ما بقتش طائرات درونز أو كده، بقت متفجرات أعلى بكتير من الفترة السابقة، وأعتقد أن الحوثيين بيشتغلوا على هذه الطريقة، لأن الأنباء بتقول أن الشركات العالمية عاوزة ترجع تاني للعبور بباب المندب، فده اللي خلاهم يتخذوا هذا الإجراء. طيب، شهدنا تصريحات تصعيدية من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه ضد إيران في حال فوزه في الانتخابات، هل ترى أن هذه التوترات ممكن أن تؤثر على مسارات بحرية أخرى مثل عندنا مضيق هرمز على سبيل المثال؟ ده بالتأكيد، لأن ما زال منطقة مضيق هرمز هي منطقة ذات تأثير كبير جدا في مرور السفن، خاصة سفن ناقلات النفط والمواد الكيماوية والغاز بالأخص من دول الخليج العربي إلى سواء إلى آسيا أو إلى أوروبا. وبالتالي أي تأثير من قبل إيران على هذا المضيق سيكلف العالم بالكامل تبعيات كثيرة جدا. ده اللي خلى يمكن ترامب في خطابه الأخير إنه يوجه نظر إيران إلى أنه لا يمكن التأثير على هذا المضيق، لأن له تأثيرات في حاملات النفط والغاز بالأخص. نعم، اللي هتأثر على العالم كله. طب هل لديكم أرقام فيما يخص الارتفاع بأسعار الشحن مؤخرا بسبب كل هذه الاضطرابات، وأيضا ما رأيناه ما حدث أمس بخصوص المشكلة التقنية التي واجهها العالم؟ الوضع الحالي، احنا كنا من أسبوعين سابقين ذكرنا أن وصلت الارتفاع إلى 4 أضعاف
في تكاليف شحن الحاويات بالأخص، ولكن بنشوف في الوقت الحالي 5 أضعاف أو 6 أضعاف حسب المناطق المتوجهة إليها هذه الحاويات. ده بالإضافة إلى عمليات التأخير المستمر وعدم وجود أماكن بالمواني وتكدس بالمواني في أوروبا أو في مناطق شرق آسيا، ده بيؤدي إلى عمليات تأخير، وبالتالي تترجم عمليات التأخير إلى تكاليف أعلى، بالإضافة إلى التضخم الحاصل حاليا ومنذ فترة كبيرة بالأسواق الأوروبية وسلاسل الإمداد والتموين المختلفة. نعم.